وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تلاوة القرآن الكريم تمثل نبراسا يضيء لنا طريق الخير، أما عن الثواب الذي يناله قارئ القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وسنقترح برنامجا للأشخاص الذين يرغبون بختم القرآن مرة أو مرتين في الشهر الكريم. ختم القرآن مرة قراءة أربع صفحات قبل أداء كل صلاة ليكون مجموع المطلوب قراءته هو عشرين صفحة ختم القرآن مرتين قراءة أربع صفحات قبل أداء كل صلاة وأربع بعدها ليكون مجموع المطلوب قراءته هو أربعين صفحة شهر رمضان شهر القرآن